عبد الصمد من شيشاوا ربما الحالة ديالو كتشبه الحالة ديال رشيدة وزوج ديالها من أسفي، متزوج زوج ديال الأطفال عندهم 80 درهم في اليوم، وكيقول بأنه الحالة ضعيفة وكيفكر أنه يبدل لأن هادشي ما مسلكوش. السلام عليكم سي عبد الصمد. بارك الله فيك سي عمر. مرحبا بك على أصوات، تفضل. أختي فنان ساسر مع بن ساسر الله يجزيك بخير. مرحبا، هو معك. يلا يا رحمة ويدين ديك كيف حاجة المخرج الله يجزيه بخير، عندي خدامنا 16 ريال وانا اللي كاين عند الوالدين، ولكن ندير معهم كنشد 22 ألف ريال في الكنزة، ما كيشيط ليا والو، كنكمل غير بالكريدي. يعني كتجري على شحال من واحد في الدار تقريبا انت؟ عندي خمسة، عندي زوج وليدات والمرأة والوالدين. والوالدين بجوج؟ ايوا. في البادية ياك؟ هي في البادية ود محمد. وشنو فكرتي، شنو الطريقة اللي فكرتي فيها؟ فكرت كنت بن ندير كاع، لقيت شي واحد اللي ياخذ بيديا باش ندير كاع شي مشروع اخر ولا شي حاجة، باش شي خدمة اخرى من خير هادي، ما كرهتش. والله هو هذا هو احسن شيء، قاش لا شو دابا انسان عينه ميزانه كيف تنقولوا هنا دائما. لما كيولي الدخل ديالي ما تيكفينيش باش نلبي الاحتياجات ديال الاسره ديالي. كاين جوج ديال الحلول عموما تنقول، اما اني كنراجع النفقات ديالي كنقلصها. ملي كنجي نشوف انا كنلقى اصلا عندي 1100 درهم، مني 2200 درهم في الشهر، وعندي اسره مؤلفه من خمسه ديال النفوس، ما عندي ما نقلص في النفقات. وهذا باش الناس يتابعونا الله يخليكم، هذا هو لما كنجي كنقول فلوسي ما تيقدونيش، علاش نقولها زيرو ورقه وستيلو؟ علاش؟ باش يكتشفوا دوك النفقات العشوائيه اللي خصهم يحيدوها. لما كتحيد نفقات العشوائيه كتلقى راس ماشي فقط كيكفيو كتشيط، لكن ملي كيكون الدخل بسيط قليل ما نحشم نقول للشخص انك قلل، اش غيقلل؟ يحيد صحته، يحيد الخبز، يحيد امور ضروريه للوليدات، ما يمكنش. دونك اشنو الحل الثاني؟ هو كنقلبوا على نديروا دخل اضافي. هذا الدخل الاضافي وحده من زوج، اما في وظيفه واحده اخرى او لا كنشوفوا نشاط واحد اخر. طيب باش ندير نشاط واحد اخر خاصني كنشوف الوقت اللي فائض، واش عندي شي وقت فائض؟ يعني الا كنت مثلا كنخرج مع الربعه ولا مع الخمسه وكنمشي نبرك نبارك على الضما ولا بارك على القهوه حتى العشرة الليل، خمسة ساعات كنضيعها يوميا، يعني 35 ساعه في الاسبوع. ملي كنقول 35 ساعه في الاسبوع هذا راه ثروه. فالحل الثاني شنو هو؟ وهو كنبدل الوظيفه، كنشوف واش كاين شي، نشوف شي خدمه اخرى. انت اشنو اللي كتقنوا، شنو اللي كتعرف ديروا اللي ممكن تقلب فيه على شي خدمه اخرى في شي بلاصه اخرى؟ معك كنت نخدم، انا كنت نخدم غير في الباديه، غير في الفيرمات بحال هكا ولا شنو. جيت دابا جيت انا التحقت بمراكش بحال هكا، كان خدام في واحد، كان عصف واحد الشانتي ليل ونهار 1600 ريال وما عطيتش ليا والو. يعني واش عساس في الشونتي؟ هي عاسه. الشونتي ديال اش هذا البني؟ ديال تبنيت. وتمام، عوض انت باك كتعس بالليل. لي عندي ليل ونهار، انا ما عنديش فين طروق من هنا. لا عندي ليل ونهار. انت واش عاس على لاتولي اللي فيه السلعه وفيه كذا، ولا على الشونتي كله مسؤول عليه؟ على الشونتي كله، فيه الحديد، فيه كل شيء. والله شوف انا كيبان لي نشوف طاشرون واش اللي كي اللي مسؤول على البني وكذا. دابا انت خدام مع طاشرون مول البني ولا خدام مع مول المشروع؟ لا مع طاشرون، مع طاشرون اللي خدام معاه انا دروك. انا بغيت نقول لك زمان من نهار كدوزو اسف الشونتي نتعلم البني، نتعلم ندير يدي. دابا الشونتي خاو، ما فيش الخدامه، ما فيش توا، فيه غير انا راسي. ديما الوضع هكا ولا غير مره؟ لا بحال هكا ديما، من ديما هما حابسين، هما عندهم واحد المشكل في تبنيت هنا حابسين، وجابوني انا حطوني هنايا وصافي معاهم. اذا انا كنقول لك شوف واحد طاشرون واحد اخر اللي خدام وعنده هالبنايه وهماني الزليج وهماني الفايانس، شوف اخويا الناس يعني سميتو شي شونتي اخر، طاشر واحد اخر وتعلم على ذراعك الصناعه. اي شكرا اخويا. اما 80 درهم دايره لك اخويا والو،
وزائد ما كتعلمنا صنعه لا والو. انا نشوف واحد الشانتين كل فيه اساس نيت، ولكن بنهار راني مع البنايه ومع مع مع, مع الناس كنتعلم صنعه وكنطلع السيما ونطلع كذا، وفي نفس الوقت عيني على المعلمين. شكرا لك سي عبد الصمد من شيشه، والله عاونك.